السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم الشات. بعيد عن العقل بعيد عن القلب، كنظن ان الاغلبيه ديالكم غادي يكونوا ديجا سمعوا هذه القضيه هذه وديجا سمعوا هذه المقوله هذه، اغلبيه بلغات اخرين، لوان دو كور لوان دي زيو لوان دو كور، كتقال بزاف اون جينيرال. مي ما عرفتش الى اي حد نتوما متفقين معها والى اي حد نتوما كتايدوا هذه المقوله هذه. فاش كنقولوا بعيد عن العين، بعيد عن العين هو انسان اللي ما كتبقاش تشوفو بزاف، انسان اللي كيبعد على اليوميات ديالك اون جينيرال. واخا حنا ديما باش كنقولوا البعد كنتخيلوا داك البعد ديال المسافات، كنتخيلوا ضروري بنادم يكون في الغربه، وكثير الناس ديال الغربه غيكونوا حاسين بهذه القضيه ديال ما كنقولش بانهم ما كتحسش بها، ولكن الناس ديال الغربه غيحسوا بها بزاف باسكو ما عندهمش الخيار، ما كاينش خيار اخر ابار البعد على الناس اللي عزاز عليهم. هما اللي غتكون عندهم فكره على هاد الاحساس هذا ديال البعيد على العين، واش بطبيعه الحال كيدير البعد عن القلب والمحبه. انا كنت بغيت نهضر لكم على هذه النقطه هذه، كنت عندي واحد المؤاخذه على هذه النقطه هذه ولا هذه الفكره هذه، ما متفقش معاها في 100% وماشي ضدها 100%. ما متفقش معاها على اساس ان البعد عن العين ماشي بالضروره كيجيب البعد عن القلب، ولكن كيجيب البعد عن التفكير. نشرح لكم، فاش بنادم ما كيبقاش ما كتبقاش تشوفو بزاف كيخرج من التفكير ديالك، كتقد تنساه وكتقطر عليكم حتى نتوما. كاين شي خطرات اللي كتكونوا دوزتوا نهار يومين سيمانه وما فكرتوا في شي ناس عزاز عليكم، كندويش على الوالدين بطبيعه الحال ولا الخوت، وكنتمنى ما تكونش هاد القضيه هذيك، كنتمنى شي واحد ما يكونش كينسى الوالدين ديالو ما يفكرش فيهم اكثر من نهار ولا يومين ولا سيمانه. ولكن الناس اللي كيكونوا عزاز عليكم اصدقاء ولا ابناء العم ولا هذا، كتقد دوز نهار يومين ثلاث ايام سيمانه حتى الشهر ما تفكرش فيهم. علاش؟ حيت ما بقيتيش كتشوفهم بزاف. وانا هادشي هادي النقطه اللي بغيت نقول، ان البعد عن النظر كيجيب البعد عن التفكير ماشي على القلب. حيت القلب الا كانت العلاقه المحبه ما بين الشخصين، واكشي كندوي على الصداقه، انا ما كندويش على العلاقه الحميميه، كندوي بلوس على لي زاميتي. فكنظن الا كانت الصداقه حقيقيه ما كتاثرش بالبعد، ما كتاثرش بالبعد. واخا يقد يخرج بنادم من التفكير ديالك، ولكن اون فوا غيجي التفكير ديالك كتكون المعزه ديالو في نفس المرتبه ديالو، وبطبيعه الحال اون فوا كتلاقاو فالمعزه هي هي وتقد تزاد. قبل هضرت على البعد ودويت على الناس ديال الغربه، حيت اوتوماتيكمون ملي كنقول البعد كنفكروا في البعد، المسافات كبيره بزاف. غير هو مالوغوزمون حاليا الحياه اليوميه ديالنا بكل المشاغل ديالها، بنادم كلشي ولا خاصو يجري، كنجرو هنا كنجرو في جميع النواحي، فغير هاد الجرى هذا في حد ذاته ولا كيخلق داك البعد، غير داك الجرى اللي كيخليك انت مشغول مع حوايج اللي خاصك ديرهم اللي ضروريين في الحياه باش بنادم باغي يعيش. حيت كلشي خاصنا المقرا، كاين اللي خاصو يخدم، كاين اللي خاص كل واحد والمشاغل اليوميين ديالو، فغير هاد المشاغل هادو كيؤديو على ان يتخلق واحد البعد، واخا يكون خيالي ما يكونش حقيقي بالمسافه، ولكن كيتخلق واحد البعد لاننا ما بقاش عندنا داك الوقت فين غنقدو نشوفو ناس اخرين. والبعد كيختلف عاوتاني، ماشي ضروري كما قلت غنفكروا البعد المسافه الطويله بزاف، كاين شي خطرات بنادم كيكون غير في غمدينه اخرى، ماشي مشى بلاد اخرى، غمدينه اخرى وكيقد يتقطع الاتصال، وكنوليو نحسو بداك البعد. كاين يا حصره دابايا اللي كيبدل غير غدرب، كان كيسكن حداكم وتحولوا، بطبيعه الحال غتقدو تكون عشتو بحال هاد لي سيتوياسيون هادو، ان بنادم كان ولد دربكم كان ساكن حداكم وكنتي كتشوفو يوميا وكانت واحد العلاقه فهمتي كتكون مشدوده مزيان، ولكن اون فوا دوك الناس تحولوا بان واحد الفرق، بان واحد الفرق في العلاقه وبدات كتاثر العلاقه. وكما قلت لكم ماشي بالضروري ان بنادم يمشي حتى للغربه ولا يمشي بلاد اخر، غمدينه اخرى كتخلق البعد، غزنقه اخرى ودرب اخر وحومه اخرى كتخلق هذا البعد هذا.
سو كما قلت لكم البعد عن العين ماشي بالضروره غيدير البعد عن القلب، مي بالضروره غيدير البعد عن التفكير والبعد عن العقل. علاش كنهضر في هذا الموضوع هذا؟ حيت مالوغوزمون ولسوء الحظ كاينين بزاف ديال هاد الحالات غادي نكثروا، وحنا كاملين مشغولين بالحياه اليوميه ديالنا، على شنو كنديروا الحياه اليوميه، كلشي كيجري وكلشي كيجري وكلشي كيجري، وهذا كيخلق واحد التاثير وكيخلق واحد البعد العلاقات ما بيناتنا وما بين الصحاب والناس اللي عزاز علينا. صوم هذا الفيديو هذا انا بغيت ننصحكم واحد النصيحه، نصيحه زوينه، هو انه الى كانوا عندكم ناس عزاز وناس كتبغيهم تاع بصح فالتمسوا لهم العذر، التمسوا العذر انه عرفوا بان الناس راهم كاملين مشغولين، اي واحد راه مشغول واي واحد اي واحد راه مشغول بداكشي اللي كيدير في الحياه اليوميه ديالو، كيف ما انت مشغول كيف ما حتى هما مشغولين. صافي با دير ان بنادم الا ما سولش فيك راك ما عزيزش عليه ولا ما بقاش حاملك، ولكن التمسوا الناس العذر والتمسوا لهم بزاف ديال الاعذار على اساس ان الحياه ما بقاش مخليه الوقت لبنادم. وعاد زيد عليه الا كان البعد كما قلنا، البعد في المسافات ولا البعد في الدرب ولا في المدينه ولا في البلاد اصلا، فهذا الشيء كيخلي القضيه اكثر صعوبه، باسكو بعيد عليك المسافه ومشغول بالحياه اليوميه ديالو، سي نورمال انه تقد تاثر العلاقه وتقد تاثر داك نسبه الكلام والهضره بيناتكم. سو واحد الحاجه اللي كنديرها مره انايا، والا بغيتو تاخذوها كنصيحه من عندي باش تبقاو محافظين هاد العلاقات، باسكو بحال هاد العلاقات كيكونو تبناو مدة ونتوما كتبنيوهم وحشو ما يتهرسو بشي حوايج اللي نقدو نكونو ما مفسرينهمش مزيان، ونعتقدو ان الاخر ما بقاش باغينا ولا الاخر ما مسوقش لينا. سو هاد الحاجة اللي كنديرها انايا مرة كنجلس وكنجبد لا ليست ديال البنادم اللي عندي، سوا في فيسبوك سوا في واتساب سوا في تليفون، كنجلس وكنبقاها كنشوف السميات وكنشوف الناس اللي شحال هادي ما هضرت معاهم، شحال هادي ما صيفط لهم ميساج باش هادي ما عندي اخبار عليهم. طبعا الحال كاين الناس اخرين اللي كتلاقى معاهم غير في ميساج في فيسبوك، كتلاقى معاهم غير في واتساب في شي جروب ولا شي حاجه، يعني عارف كاين الكوتيديا عارف، لان كاين ناس اخرين اللي ما كنهضروش معاهم وما عارفينش عليهم، وداس فواحد الوقيته من حياتنا كانوا قراب لينا بزاف، كنا يخدمنا معاهم يقرانا معاهم يا شي حاجه. سو كنبقى هابط في ديك لا ليست وكنشوف سمي وكنصيفط واحد سلام يوم تي بونسي كي داير بخير، كنتمنى الامور تكون بخير، ماشي بالضروره باش نخلق هضره ولا شي حاجه، حيت بنادم اللي شحال هادي ما هضرتي معاه ماشي ضروري معاه نصيفط لك ميساج وغنتسنى ودي فوا ما غيجاوبش ونقد نحكم عليه، نو التمسوا للناس الاعذار، التمسوا بان الحياه ولات صعيبه عند كاع الناس، الحياه غدا كانت صعبه عند كاع الناس. سو كما قلت لكم كنشوف لا ليست وكنصيفط واحد بزاف ديال الميساجات للشخص، ماشي كنقول لكم كنمشي وكندخل الماسنجر وكندير اونفوا ملتيبل بحال كيديروا بزاف ديال الناس، صيفطوا لك العيد كيوصلك 680000 ميساج بنادم ما يكتب لك حتى هذيك مبروك العيد ليك انت يصيفطها لك انت، فهمتي؟ ولات كتجينا ساهله هذيك اونفوا ملتيبل صيفطها للجميع الناس، وهذا وكنكره بعد هذه القضيه هذه ديك اونفوا ديال بنادم بزاف اكثري نهار العيد داكشي، حيت ولا كيبان لي داكشي بحال على عين كيقتل واحد الطابع اخر ديال الحياه الحقيقيه والطابع ديال الاحاسيس الحقيقيه على عين. حاولوا ديروا هذه الفكره هذه، حاولوا باش ما تضيعوش شي علاقات اللي بنيتوهم مع شي ناس اللي كانوا في وقت من الاوقات مهمين في حياتكم، عزاز عليكم، موجودين في حياتكم، ولكن الظروف خلات انكم تبعدوا على بعضياتكم، وغتلاحظوا بانه بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الامور في العلاقات ديالكم مع الناس اللي دايرين بكم غادي يتغيروا. على اي هذه كانت هذه الفكره ديالي، خلاصه القول ما تخليوش البعد كساسوا ديال الحياه والضروريات ديالها ولا البعد ديال المسافات كساسوا درب اخر كساسوا مدينه اخرى كساسوا بلاد اخرى ياثر في العلاقات ديالكم مع الناس اللي عزاز عليكم. خذوا الوقت تفكروهم وخذوا الوقت تصيفطوا لهم ميساجات تهضروا معاهم، ça va faire une grande différence. كان معكم خوكم الشعب، تهلاو ليا فراسكم.